أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. فهذا هو رمضان، وهذه هي المرة الثانية التي نلتقي فيها في هذا الشهر الكريم في رحاب الأزهر، وهذه الليلة المباركة ليلة 25 من هذا الشهر، هذا الشهر الكريم الذي كعادته مضى سريعا، ونحن في ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر فيه، لعلها أن تكون إن شاء الله ليلة القدر. نحن جميعا أيها الأحباب نعرف أن الله سبحانه وتعالى كرم هذه الأمة بالإسلام وخصها بشهر رمضان، وكرم شهر رمضان بليلة القدر التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه ليلة كرمها ربنا سبحانه وتعالى بنزول القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كرم الشهر بليلة القدر، وكرمت ليلة القدر بالقرآن الكريم، وكرمت هذه الأمة بهذا القرآن. فنحن عندما نحتفل ونحتفي بهذه الليلة وبهذا الشهر، إنما نحتفل ونحتفي بالقرآن الكريم الذي فيه كل ما نحتاج إليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والذي حفظه الله سبحانه وتعالى بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومن تمام حفظه حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن أيضا حفظ السنة النبوية المكرمة. أيها الأحباب، يا أهل السنة والجماعة، يا رجال الأزهر، يا علماء هذه الأمة، يا أهل الفقه والاعتدال، يا أصحاب الهمة العالية والإرادة الماضية، يا من قدتم هذه الأمة لأكثر من 1000 سنة من بين هذه المآزم وفي حضن هذه المباني بشيوخ كرام وبرجال أشداء أعليتم القيمة وأديتم الواجب، وكنتم خير سلف لخير خلف إن شاء الله. لقد كانت مصر دائما حاضنة الأزهر، حاضنة للإسلام. إن مصر وتاريخ مصر يشهد بأن علماء الأزهر كانوا دائما منارات الهدى، كانوا دائما وما زالوا، وإن شاء الله يظل حالهم كذلك في المستقبل. كانوا قادة للنهضة وللتنوير وللعلم وللمقاومة أيضا. وعندما كان يشتد الحال على المسلمين في بلاد الإسلام كان يأتي الرجال من مصر كما تعلمون جميعا. فلما هجم التتار على بلاد المسلمين جاء الرجال من مصر، وكانوا من هذه العاصمة، من قاهرة المعز، من هذه البقاع، ذهبوا لمسافات طويلة ليحموا البلاد والعباد من جور هؤلاء الذين جاءوا طغاة غزاة، فكانت مقابرهم